لكن في ذكريات اكيد مع النادي المصري ومع النادي الاسماعيلي ومع المنتخب اكيد في رمضان. فاحكي لنا بقى في موقف في كل نادي ومرحله انت عدت. هو كان في ماتش عندنا طبعا، انا هقول كان في منتخب مصر طبعا، لان احنا كنا بنلعب في الصيام الساعه 3:30، ما كانش في اضاءه. لا والله كان في بعض لعيبه يعني، بس احنا كنا طبعا يعني قبليها، لان احنا كنا واخدين على الفتره اما بنيجي نقوم من النوم الساعه 11 ولا 12 ساعات، بنقوم نفطر الساعه 8 الصبح ونرجع نتغدى الساعه 12 قبل ونلعب الساعه 3 او 3 وربع يعني. فالمسافه صغيره، واحنا متعودين ان احنا الغذاء بتاعنا يوم الماتش بيبقى قليل جدا، مش زي اي يوم عادي يعني. فدي برضو كانت بتساعدنا ان احنا نقدر نأدي يعني. كان في لعيبه طبعا يعني ما بيقدروش يستحملوا، اللي هم بيعملوا مجهود جامد جدا، وفي لعيبه طبعا بتصر انها تصوم. انا الحمد لله عمري ما يعني كل الماتشات اللي لعبتها وانا صغير يعني كنت بصومها يعني. كان حتى المدربين، في مدربين لازم يفطرونا ننزل، فكنت انا بعمل ان انا بنفسي باكل كده، بجيب القطن بتاعنا بتاع زمان، بروح للدكتور اخد منه حته قطن كبيره كده واقطعها حتت، واكني ببلها ان انا يعني اكني بفطر، احطها في جيبي واكني الاكل قدامي، واخد الاكل احطه في جيبي وانا اكني انا وبلع.